تأجيل ختام اللقاء التشاوري الجنوبي المنعقد في عدن إلى يوم غد الاثنين. بحفل عسكري رسمي تدشين حملة منع حمل السلاح في المدريات الجنوبية من محافظة شبوة. ميليشيات الحوثي تجبر عشرات الأسرى على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. أفاد مراسلنا في عدن أنه تم تأجيل الجلسة الختامية للقاء التشاوري الجنوبي إلى يوم غد الاثنين بدلا من اليوم الأحد. وبين مراسلنا أن قرار تأجيل اختتام المؤتمر جاء نتيجة الحاجة لجلسات إضافية والإقبال كبير على المؤتمر الذي ما زال يناقش المشاركون فيه عددا من القضايا التي تخص الجنوب. يواصل اللقاء التشاوري للمكونات والأحزاب السياسية الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني عقد جلسات أعماله لليوم الرابع في العاصمة عدن. تستمر جلسات اللقاء التشاوري الجنوبي الذي نتج بعد فترة طويلة من الحوار الجنوبي الذي يضم كافة المكونات السياسية الجنوبية وتترأسها كيانات وشخصيات جنوبية بارزة. طبعا لليوم الرابع على التوالي يتواصل هذا اللقاء التشاوري الجنوبي، وأعتقد أنه تبلورت الكثير من الرؤى التي ستحظى بتوافق خلال هذه الساعات لإنجاز الوثائق التي قدمت لهذا اللقاء. هذا اللقاء أعتقد أنه يؤسس لمرحلة جديدة في الجنوب. اللقاء التشاوري لقاء سعى إليه الجنوبيين منذ سنوات. الجنوبيين كانوا بحاجة إلى رؤية مكتوبة تعبر عن تطلعاتهم وأمالهم في المستقبل، وأيضا تشكل رؤية مستقبلية لما سيتم عمله للوصول إلى هدفهم في الاستقلال. المندوبين الذين حضروا من جميع المحافظات، يمثلون أغلب الشرائح السياسية والمجتمعية الموجودة في الجنوب. هدفهم الأول والأخير هو إنتاج وثائق مكتوبة. لقاء أبناء الجنوب في هذا الجمع التشاوري أبرز رغبة الكل في تقريب وجهات النظر للخروج برؤية جنوبية موحدة عن ماهية وشكل الدولة الجنوبية القادمة وإيجاد أرضية مشتركة للعمل السياسي الجنوبي القادم. اليوم اللقاء التشاوري جلست أمس الفرق المختلفة لصياغة المسودة النهائية للوثائق المقدمة، واليوم إن شاء الله بيتم إعداد الصيغة النهائية لهذه الوثائق، والتي أتوقع أن الكل يشارك فيها بشكل أو بآخر، وإن شاء الله تظهر بمظهر لائق يليق بالجميع الموجودين ويليق بتطلعات الشعب إن شاء الله. هذا اليوم الرابع على التوالي في اللقاء التشاوري الجنوبي الذي طمح الشعب إليه، وكان اليوم يوم فاصل، واليوم كل اللجان على أتم الاستعداد للعمل في كل لجنة كلفوا بها. اللقاء التشاوري الجنوبي الموسع انعقد بهذا الحجم والأهمية لمناقشة قضية مفصلية، وهي فرصة حقيقية لضبط مسارات العمل السياسي وإعادة تقييم مسارات إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة. يطمح ويتفق الجميع هنا بأن يخرج اللقاء التشاوري العام بميثاق شرف يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والشراكة لخدمة القضية الجنوبية وتحقيق تطلعات شعب الجنوب. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن.
وللمزيد من المستجدات حول الحوار وأعمال اللقاء التشاوري الجنوبي في عدن ينضم إلينا عبر الهاتف صلاح العاقل مدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن. أهلا بك معنا صلاح. في البداية، كيف هي أجواء اللقاء التشاوري الجنوبي في اليوم الرابع؟ نعم، بالأمس كان من المقرر أن تنتهي وقائع الجلسات لليوم الثالث في الساعة الثانية ظهرا، وهي انطلقت في الساعة الثامنة صباحا حسب الجدول المعد، ولكنها انتهت في ساعات الليل تقريبا في الساعة الثامنة مساء بسبب كثرة الآراء والأوراق التي طرحت، وأيضا أهميتها وتمديد الجدول الزمني لاستيعاب كل الأطروحات التي طرحت من قبل اللجان وأيضا من قبل المشاركين. اليوم كذلك أتوقع أن تستمر وقائع الجلسات إلى المساء، ومن المقرر كان أن يكون اليوم هو اليوم الختامي، لكن بالأمس انفردت قناة الغد المشرق بإطلاق خبر ومفاده كان هو تمديد الجلسات إلى يوم إضافي خامس، وهذا ما بالفعل اتضح اليوم جليا من خلال النية للذهاب لتمديد الجلسة الختامية إلى يوم خامس. هناك أيضا توجه لاختتام رفع التوصيات من قبل اللجان، ومن ثم المصادقة عليها في آخر اليوم الرابع، ومن ثم سيتجه الجميع لتوقيع ميثاق الشرف، وستكون هناك مراسيم خاصة لذلك. أعتقد أن الحديث يدور على التوقيع بمراسيم ستكون بحضور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضا رؤساء المكونات السياسية في مكان لم يحدد حتى الآن، ولكن بعد أن يتم التوقيع رسميا على ميثاق الشرف من قبل كل المشاركين على رأسهم اللجان التي رأست هذه التوصيات وأعضاء الأحزاب السياسية والمكونات، أيضا سيكون هناك بيان ختامي قد يكون بإيجاز صحفي سينقل مباشرة على قناة الغد المشرق أو عبر ما تراها اللجنة المكلفة بذلك مناسبا للإعلان عنه في وقته، وهو سيكون بكل تأكيد يوم غد وليس اليوم. طيب صلاح، هل تشكلت أبرز بعض ملامح نتائج هذا الحوار التشاوري الجنوبي الجنوبي قبل إعلان الجلسة الختامية غدا الاثنين؟ حتى لم تتضح الرؤية، هناك يعني العديد من التكهنات، ولكن الكل يتحدث عن شكل الدولة، عن الشراكة الفاعلة، عن الشراكة السياسية لكل أطياف المجتمع، عن تمثيل الشباب، تمثيل الطفل، تمثيل رجال الدين، تمثيل النقابة السياسية والمرأة. بكل تأكيد المرأة هي أخذت حيز كبير صراحة، نحن الآن الرجال الذي نطالب بالمساواة بصراحة. يعني الأمور تسير ولأول مرة في تاريخ الجنوب يعني في اتجاه وثاق سياسي يحاول أن يطوي صفحة صراعات دامت لسنوات عدة في الجنوب، ولا زال الجنوبيون يدفعون ضريبة هذه الصراعات حتى الآن. طيب أخيرا صلاح، ماذا عن جدول أعمال الجلسة الختامية بهذا الحوار الجنوب الجنوبي؟ هل لديكم أي معلومات حولها؟ نعم نعم، هو كان من المقرر أن تنتهي هذه الجلسة في الساعة الثانية ظهرا، ولكن بعد أن ذهبت وشاهدت بأم عيني اللجان تعمل في كل أنحاء الفندق الذي مجهز لاستقبال المشاركين وأيضا القاعات المجاورة، تأكدت أنه لن يكون هناك اليوم جدول زمني نستطيع أن نتكهن به لإنهاء الجلسة في يومها الرابع، ولكن أتوقع أن تتضح الكثير من المسائل إن شاء الله في ساعات المساء بعد ختام الجلسة الرابعة ليومنا الرابع. أنا أشكرك صلاح العاقل مدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن، كنت معنا مباشرة من عدن. عملنا منذ الأمس حتى اليوم على بلورة وتلخيص وأخذ كل المقترحات والرؤى التي قدمت للخروج بأسس مشتركة تمثل الميثاق الوطني الجنوبي. هذا عرس تاريخي عظيم نتمنى أن يكلل بالنجاح. أنا متفائل بنتائج الحوار باعتبار أن هذا أولا ليس حوار ولكن هو لقاء، وسيشكل بإذن الله اللبنة الأولى التي يمكن البناء عليها للحوار، والحوار هو محطات. أعول كثيرا على النتائج الإيجابية. نحن سعداء جدا اليوم ونحن في اليوم الثالث من اللقاء التشاوري الذي يضم مجموعة من المكونات السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة
وهذه تعتبر بادرة طيبة في جمع شمل كل الجنوبيين تحت صف واحد. نهني شعبنا الجنوبي على هذا اللحظة التاريخية الحازمة في تاريخ الشعب الجنوبي، وعلى رأسهم رئيس القائد عبد الرزاق قاسم الزبيدي، وكذلك نبارك للجنة الحوار هذا النجاح الكبير وهذا الجهود الكبير اللي بذلوها من أجل الخروج من هذا الإشكاليات السابقة. طبعا الحمد لله احنا التقينا كل مكونات الشعب الجنوبي من باب المندب إلى المهرة. احنا اليوم في الحوار الوطني الجنوبي، يعني هو تعتبر حجر الأساس في الاتجاه الصحيح، يعني لملمة اللحمة الاجتماعية وأيضا لجمع كل الاتجاهات السياسية في سبيل بناء وسعادة دولة الجنوب. هذا اليوم الرابع للحوار، تسير النقاشات وجلسات الحوار بشكل إيجابي، وهناك تقدم كبير في مجال صياغة الميثاق الوطني وباقي الوثائق الأخرى اتجاهات بناء الدولة الجنوبية. لليوم الرابع على التوالي والناس مجتمعة وشكلت اللجان لأجل بناء مداميك للدولة الجنوبية لما تتعرض له منطقتنا وخاصة الجنوب العربي من تحديات كثر وأطماع كثيرة. اليوم الرابع على التوالي هناك، وهي يوم فاصل في هذا الجانب، لجان الصياغة بعد أن استلمت الملاحظات من كل المندوبين والتي عيد عاكفها الأمس واليوم لإعادة صياغة الوثائق المهمة الذي على أساسها يخرج هذا الإلغاء التشاوري، وثيقة الميثاق الوطني وثيقة أسس الدولة والمرحلة الراهنة. جلسة الحوار تسير بشكل جيد وممتاز. بالأمس تم توزيع الأسماء على اللجان، تم تقسيم اللجان، وبعدها بدأت اللجان بالعمل على الوثائق واستلام الملاحظات من المندوبين، وعكفت حتى وقت متأخر من الليل على استيعاب كافة الملاحظات التي قدمت من قبل المندوبين المشاركين. نحن من المهرة مثلنا كشباب، كنا موجودين في وحرصنا أن نكون موجودين من ضمن هذه المرحلة التاريخية المفصلية في تاريخ من تاريخ شعبنا الجنوبي، بأن نكون موجودين وحريصين وحرصنا بأن نطرح آرانا وأفكارنا وما نطمح إليه في المستقبل، ولاحظنا أمور كثير إيجابية من اهتمام الشباب، تمثيل في تمثيل الشباب في أكثر من لجان. أكد فريق الحوار الوطني الجنوبي أن عدد المشاركين في اللقاء التشاوري في العاصمة عدن وصل إلى 223 مندوبا وفقا لتمثيل الوطني يعتمد على المساحة والسكان لمحافظات الجنوب الثمان. وأوضح فريق الحوار الجنوبي على لسان ناطقه الرسمي نصر هرهر أن محافظة حضرموت حظيت بحوالي 66 مندوبا من إجمالي المشاركين، تليها العاصمة عدن بحوالي 60 مندوبا. وكشف هرهر في بلاغه الصحفي حضور معظم المكونات السياسية الجنوبية في اللقاء. باركت وأيدت القوات المسلحة الجنوبية أعمال اللقاء التشاوري الجنوبي المقام في العاصمة عدن. وقالت القوات الجنوبية في بيان إنها فخورة بما يصنعه المشاركون في اللقاء التشاوري من إنجاز تاريخي ونجاحات جديدة، ويمثل امتدادا للانتصارات الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات. وأعربت القوات الجنوبية عن أملها وثقتها بأن اللقاء التشاوري الجنوبي سيخرج بنتائج تمثل إضافة نوعية جديدة للنضال الجنوبي التحرري. تمكنت القوات الجنوبية من إخماد مصادر نيران ميليشيات الحوثي في عدد من قطاعات الجبهة الحدودية في محور يافع. وأكد قائد محور يافع العميد عبد العزيز المنصوري تمكن القوات الجنوبية من استهداف مواقع ميليشيات الحوثي كرد على محاولتها لقصف مواقع القوات الجنوبية في عدد من القطاعات القتالية بالمحور. وتواصل ميليشيات الحوثي شن قصف بقذائف الهاون والطيران المسير في عدد من محافظات الجنوب. بحضور وكيل محافظة شبوة الشيخ سالم بعوضة ومدير أمن المحافظة العميد الركن فؤاد النسي، دشنت حملة منع السلاح في المديريات الجنوبية بالمحافظة وسط ارتياح شعبي واسع.
حفل وعرض عسكري مهيب بمناسبة تدشين منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية من محافظة شبوة، بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومدراء عموم مديريات ميفعة ورضوم والروضة وحبان وقادة الأجهزة الأمنية والشخصيات الاجتماعية. أنا سعيد اليوم بحضور تدشين منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية الأربع المديريات. نحن سعداء كثير وما وجدنا من الكوكبة الموجودة من قوات المشتركة، وسيكون اليوم انتشارهم في أغلب النقاط الموجودة حاليا بس بتعزيزها الأمني المتواجد. نتمنى لهم التوفيق والنجاح. ننقل تحيات الأخ المحافظ المحافظة إلى جميع الرجال الموجودين من القوات المشتركة، وهو طبعا حريص بكل حرص ويتابع في كل اللحظات الضبط الأمني. أنا دشين يومنا هذا 6 مايو منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية، في مديرية حبان، مديرية الروضة، مديرية ميفعة، مديرية الرضوم، مدينة عزان طبعا. يأتي تدشين منع حمل السلاح في مطالبة من المواطنين في تثبيت الأمن والأمان. بعد أن انتشرت القوات المشتركة في هذه المديريات أتت المطالبة بمنع حمل السلاح، ونحن الحمد لله اليوم جهزنا هذه القوة للانتشار ومنع حمل السلاح والحفظ على الأمن والأمان في هذه المديريات. لحظات مهيبة سجلها هنا عناصر القوات المشتركة وهم يتأهبون لمهمة منع السلاح تعزيزا للحالة الأمنية ومكافحة الجريمة بهمم عالية يرتصها أولئك الشباب لتسجيل مزيدا من النجاحات الأمنية. احنا نشكر الأخوة في القوات المشتركة وكل القيادات في المديرية على هذا بذل هذه الجهود الخاصة، وهذا صراحة شيء عظيم جدا، وأشكرهم من كل أعماق قلوبنا، وإن شاء الله يسيروا للأمام ونحن خلفهم. ظاهرة السلاح المنتشرة ظاهرة مش تمام، ومنع السلاح يغلل من الجريمة ويحد ويوقع الشعب على عدم ارتكاب الجريمة، والحمد لله نحن نتأمل الخير فيهم وإن شاء الله المحافظة كلها بدون سلاح. نشكر قوات المشتركة بحملة التابد منع السلاح، ونشكر قائد القوات المشتركة أصيل بن رشيد حفظ الله والقيادة كامل ومنع حمل السلاح من منطقة كامل. ارتياحا وفرحة عارمة أنتابت أهالي المديريات الجنوبية جراء تدشين هذه الحملة الأمنية، معبرين عن الاستعداد للتعاون من أجل إنجاح حملة منع السلاح في المدن والطرق الرئيسية. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. أفادت مصادر محلية في صنعاء عن شروع ميليشيات الحوثي بفرض دروس تعبوية إجبارية يلقيها معلمون أغلبهم من صعدة تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي، وهو ما يعد من الانتهاكات والتعسفات التي تمارسها بحق نزلاء السجون. لما تكتفي سلطة الانقلاب باستدراج عشرات الآلاف من الأطفال إلى مئات المعسكرات الصيفية لإخضاعهم لدورات تعبوية وتدريبات عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها لاستقطاب 65 ساجينا معتقلا في السجن الاحتياطي بصنعاء لإجبارهم على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية. مصادر محلية في صنعاء تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط عن شروع الميليشيات بفرض دروس تعبوية إجبارية تستهدف نزلاء السجن الاحتياطي، فيما قال حقوقيون يمنيون أن هذه الدورات باتت تشكل معاناة نفسية تضاف إلى مسلسل التعذيب النفسي والجسدي المكثف ضد المعتقلين والسجناء. وبحسب ما نقلته وسائل أعلام الانقلاب، دشنت الميليشيات ما يسمى أنشطة الدورات الصيفية للعام الحالي في السجن الاحتياطي بصنعاء وفي مئات المدارس تحت شعار علم وجهاد لغرض التزود بثقافة وأفكار الميليشيات. وعلى صعيد اتهام الميليشيات بالتصعيد من عمليات استقطاب السجناء بالمدن الواقعة تحت سيطرتها بعد مقايضتهم بالإفراج عنهم مقابل إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية. كشفت تقارير صادرة عن أجهزة أمن الميليشيات في صنعاء عن أنها أفرجت في غضون شهرين ماضيين عن أكثر من 1200 سجين في عدة محافظات تحت سيطرتها،
ويؤكد الحقوقيون أن قبول بعض السجناء بالمقايضة ناتج عما يتعرضون له من انتهاكات على أيدي الميليشيات في السجون. واتهم الحقوقيون القيادي المدعو محمد الديلمي المنتحل لمنصب النائب العام بتكثيف زيارته الميدانية إلى عدة محافظات لإبرام اتفاقيات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوف الانقلاب بتوجيهات من زعيمهم. وسبق للميليشيات أن أطلقت حملات لاستهداف وتجنيد مئات السجناء في مناطقها بذريعة العفو عنهم وإنهاء قضاياهم شريطة انخراطهم في صفوفها ومشاركتهم في القتال. وكان آخر تلك الحملات التي انطلقت قبل عدة أشهر لتجنيد أكثر من 250 سجينا بعضهم على ذمة قضايا جنائية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بالتزامن مع أسبوع المرور العربي، سيئون تعاني من ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات. أهلا بكم جديدا. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم العربي بأسبوع المرور العربي، تتزايد نسبة حوادث السير وقيادة الأطفال للمركبات في سيئون، بالإضافة إلى الارتفاع في تسجيل المخالفات المرورية. يدشن في سيئون أسبوع المرور العربي، وحال المرور والشوارع يرثى له. يقولون أن قواعد المرور سلوك حضاري، ونحن في بلد توصف بالحضارة لكن واقعها يقول غير ذلك. لا قواعد مرورية يلتزم بها ولا طرقات تشجع على السير فيها بأمان. أيضا أرقام مهولة في الحوادث المرورية والتي أدت إلى خسائر مادية وبشرية، وفيات وإصابات وإعاقات وخسائر أيضا في الممتلكات سواء كانت عامة أو خاصة. سنة تلو الأخرى والطرقات تتآكل، الحفر أصبحت سمة تتصف بها الشوارع في الوادي، والمخالفات المرورية هي عادة اعتاد عليها بعض الناس أمام مرأى ومسمع رجل المرور دون تحريك ساكن. نحن في وادي حضرموت، زارت الكثافة السكانية والشوارع بدت في انهيار تام، لذا زارت الحوادث عندنا في مدينة سيئون بشكل غير طبيعي. يعني نطالب المرور وادي والصحراء بكثافة التوعية في المدارس، في الجامعات، في التجمعات، ونطالب السلطة بتصليح الشوارع. طبعا الحوادث كثرت بسبب الخطوط المكسرة، بسبب التقاطعات، بسبب الحفريات الموجودة في الخطوط العامة. إذا كان شارع الجزائر هو الشارع الرئيسي في البلاد مكسر وحفريات كثيرة، تجي أمطار ما تقدر تمشي فيه. يعني لما امتنع نحن نتمي كذا، إذا كان العالم كله يتطور نحن ننزل للأسوار. المسؤولية عن سلامة الطرق تقع على عاتق الجهات الرسمية والمواطنين على حد سواء، وهي واجب وطني يتطلب نشر الوعي بمخاطره على حياة وسلامة أفراد المجتمع وتأثيره على التنمية في البلد. يعود علينا أسبوع المرور العربي والشوارع والطرقات مدمرة، بالإضافة إلى مخالفات بالجملة ضاعفت الخسائر المادية والبشرية في وادي حضرموت. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. دشن مدير عام المرور بمحافظة الحديدة العقيد ركن محمد راجح الحداد فعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة الخوخة. وتتضمن فعاليات أسبوع المرور العربي بالمحافظة جملة من الأنشطة، ومن أهمها الحملة الميدانية التي ينفذها رجال شرطة السير في شوارع المدينة، وتم من خلالها توعية المواطنين بأهمية السلامة على الطرق واتخاذ تدابير السلامة المرورية. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أخبار الرياضة. حقق ريال مدريد لقبه 20 في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعد تغلبه على أوساسونا بهدفين مقابل هدف، وقاد البرازيلي رودريجو
فريقه الملكي للفوز على أرض ملعب لا كارتوخا في إشبيليا، وأحرز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور، فيما أدرك أساسونا التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو، ولكن عاد رودريغو وسجل من مسافة قريبة هدف الفوز في الدقيقة 70. تمسك مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على ضيف ليدز يونايتد بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 من المسابقة، وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إلكاي غوندوغان قبل أن يسجل رودريغو مورينو هدف ليدز يونايتد الوحيد. رفع سيتي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط أمام أرسنال. يحضر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حفلا موسيقيا يضم عددا من المغنيين في قلعة وينسور عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا في إطار الاحتفالات بتتويجه. سيتم استضافة عدد من أمراء الأسرة البريطانية على مأدبة غداء كبيرة، كما سيجتمع آلاف البريطانيين لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة وحفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. هذا وسينضم تشارلز وزوجته كاميلا إلى 20,000 من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور الحفل الموسيقي، كما سيطلق إدارة الأمة حيث تنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي. انطلق في إيطاليا النسخة الخامسة من مهرجان بريكسن واتر لايت تحت شعار الماء هو الحياة النور فن، مع عرض 47 منشأة إضاءة كبيرة حول البيئة والسلام. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعناوين. تأجيل ختام اللقاء التشاوري الجنوبي المنعقد في عدن إلى يوم غد الاثنين. في حفل عسكري رسمي تدشين حملة منع حمل السلاح في المديريات الجنوبية من محافظة شبوة. وميليشيات الحوثي تجبر عشرات الأسرى على تلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية.